شكرا لك زينب، واهلا بكم مشاهدينا مره اخرى. للمزيد من التفاصيل حول لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء برؤساء تحرير الصحف المحليه، ينضم الينا في الاستوديو ضيفنا الكريم الدكتور ابراهيم الهدبان، استاذ العلوم السياسيه في جامعه الكويت. دكتور مرحبا بك في تغطيه خاصه. حياك الله. بداية دكتور، يعني أكيد هناك دلالات للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحافة، خاصة أنها ثالث مرة. برأيك دكتور كيف تقرأ التوقيت والسياق والرمزية؟ الفكرة الرئيسية في الموضوع أن هناك الآن يعني هذه خطوة في الطريق الصحيح، قضية المكاشفة، قضية الحديث مباشرة إلى المواطنين، قضية إعلان أن هناك مشكلات والاعتراف بأن هناك مشكلات، قضية محاولة تحديد ما هي أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة، وما هي الخطوات التي قامت بها الدولة، وما هي الخطوات التي تعتزم الدولة أو الحكومة القيام بها. فإذا يعني هذه نقاط مهمة على المواطن أن يعرف، على المواطن أن يسمع. دائما كانت قضية الشائعات مدمرة لأي دولة أو مجتمع من المجتمعات. هنا عندما يتكلم سمو رئيس الوزراء بشكل مباشر وصريح بأن هناك مشكلات يعترف بها، وأن هذا موقفنا من قضية ألف وباء وجيم ودال، الموضوع الصحي وموضوع الاقتصادي وموضوع التعليم وموضوع الإسكاني وموضوع السكان وغيرها. فإذا يعني هذا بحد ذاته هو يعني خطوة فعلا في الطريق الصحيح لموضوع يعني إشراك المواطنين بما يحدث، وإشراك المواطنين حتى في قرارات أو ما الذي تريد الدولة أن تقوم به أو الحكومة أن تقوم به. نعم دكتور، ماذا يعكس في تحليلك أسلوب المكاشفة والمصارحة، خاصة يعني اللقاء نفسه حمل عنوان المكاشفة والمصارحة، وهو نهج يتبع أيضا في أسلوب تعامله سمو رئيس مجلس الوزراء؟ نعم، أنا أعتقد أن هذه يعني هذه الخطوة الصحيحة. دائما كان يعني، وهذا أعلم حتى طلابي في موضوع عندما نحلل الأنظمة السياسية، هناك نوع من أنواع المدخلات التي تدخل على النظام السياسي تسمى التأييد أو المساندة. هذا التأييد ينقسم إلى نوعين، تأييد خاص يتعلق بما يكتسبه المواطن من مكتسبات من الدولة، وتأييد عام وهو تأييد للنظام السياسي بشكل عام. هذا مهم جدا أن يكون هناك نوع من الثقة بين الحاكم والمحكوم، بين المحكومين ونظرتهم إلى من يصنع القرار. فإذا وجدت هذه الثقة هذا يؤدي إلى تقوية شرعية النظام السياسي وتقوية فعلا العلاقة بين الحاكم والمحكوم. خطوات كهذه تقوي الثقة. عندما يتكلم بشكل صريح يقول لدينا مشكلة ونعترف بالمشكلة ولدينا حلول وقد يكون لدينا أخطاء في الماضي وأنا أتحمل بعض هذه الأخطاء، يعني هذا الحديث بحد ذاته هو في تصوري تقوية للنظام السياسي من خلال إطلاع المواطنين عما يحدث. نعم، الآن سنستعرض تقرير دكتور ونعاود بقية الحوار معك. هذا التقرير يتحدث عن لقاء سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، تطرق في شقه السياسي إلى مضامين عديدة منها العلاقة بين السلطتين، الأدوات الدستورية، اللقاءات الأربع في التعامل مع الاستجوابات. وفي سياق أيضا استعراضه للمشهد الاقتصادي كان الحديث مثقل بهواجز العجز المالي ومعطيات إعادة هيكلة الاقتصاد وتداعيات الأزمة الصحية على المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة، كذلك بالإضافة الرهانات مكافحة الفساد ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية والتوظيف. نشوف التفاصيل في هذا التقرير ونعود لكم. العلاقة بين السلطتين تتفاعل على ضوء التصريحات النيابية الأخيرة، حيث جدد سمو رئيس مجلس الوزراء على أحقية أي نائب في استخدام أداة الاستجواب في إطار الاحتكام إلى مواد الدستور والقانون، مذكرا بلاءاته الأربع في هذا الخصوص. سمو رئيس مجلس الوزراء أقر بوجود توتر في العملية السياسية، لكن في ظل اتباع النهج الدستوري فإن الأمور تبقى في نطاقها السليم، مشيرا في معرض رده على من يتحدثون عن الحل غير الدستوري أنه لا يملك حق نقاش هذا الأمر، وذلك إيمانا منه بأن الدستور رسم الآليات المنظمة لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس من ضمنها هذا الأمر، ولا يملك حق التعليق عليه ونقاشه أو الإجابة عن أي فرضيات سياسية خارج إطار الدستور.
وفي موضوع العفو أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الموضوع واضح في الدستور، والمادة 75 منه نصت على أن العفو الخاص حق أصيل لصاحب السمو لا ينازع فيه، والنص الدستوري حدد العفو الشامل بقانون، مشيرا إلى أنه من حق النواب تقديم اقتراح بقانون في هذا الشأن، وستتعامل معه الحكومة وفق الضوابط الدستورية والقانونية. المدخل إلى الشأن الاقتصادي كان من بوابة الوضع الوبائي، حيث تبرز مقدمة تحديات المرحلة القادمة العجز في الميزانية العامة للدولة الذي يعكسه خلل اقتصادي لا بد من معالجة أسبابه وتداعياته، حتى إن تعذر تمرير قانوني الدين العام والضمان المالي في المجلس السابق. سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح خص المبادرين وأصحاب المشاريع والقطاعات العامة بتوضيحات بشأن الوضع الصحي الذي يؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على عدم المساس بجيب المواطن، مشددا في الوقت ذاته على أهمية إصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، مبرزا وجود ملاءة مالية ممتازة للدولة رغم وجود خلل في الاقتصاد قبل كورونا. سمو رئيس مجلس الوزراء تحدث عن أن المعالجات الاقتصادية في البلاد مرتبطة أيضا بتطبيق الحلول بشأن اختلال التركيبة السكانية والحرص على مكافحة الفساد والارتقاء بمخرجات التعليم وتعاون السلطتين. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، نواصل الحوار مع ضيفنا الكريم بالاستديو الدكتور ابراهيم الهدمان. دكتور، نبدا في المشهد السياسي، يعني سمو رئيس مجلس الوزراء اقر بوجود توتر في المشهد السياسي في الفتره الحاليه، لذلك كيف ينعكس التوافق المطلوب للتعامل مع التحديات المقبله؟ نعم، يعني هي قضية العلاقات التي أحيانا نشوفها الخلل بين السلطتين، هذه قضية أزلية، أحيانا يكون هناك تقارب إلى درجة كبيرة وأحيانا يكون هناك تنافر، وهذا شيء طبيعي في جميع الديمقراطيات. نحن الآن نعيش في فترة أزمات، أزمة اقتصادية متعلقة على سبيل المثال بأسعار البترول ووجود بدائل البترول، وهذه القضية أيضا قضية أزلية. كان منذ أن اكتشف البترول وبدأ الاقتصاد يعتمد عليه كان هناك طرح لموضوع ما هي البدائل حتى لا نصل إلى يوم ينفذ فيه هذا البترول وتنخفض أسعاره، لكن يعني كان الحلول محدودة للتعاون مع هذه المشكلة. تشابه الاقتصاديات في المنطقة، أتت المشكلة الصحية كوفيد 19 ويعني شكلت كارثة للعالم بأكمله. نعم. العالم الآن بأكمله يعاني، النمو في الصين، النمو في اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا وفي غيرها. فعلى الجميع أن يدرك بأن هذه المشكلة يجب أن نواجهها بشكل موحد وليس بشكل ونحن يعني داخلين بقضية تنافر وصراع. لدى الأخوة الأفاضل النواب في مجلس الأمة تحفظات، قضايا معينة، نقاط معينة عليهم أن يبرزوها بكل أمانة كما هم يعني متوقع منهم، وعلى الحكومة أن تتعامل معها بأمانة. وقد يعني كنت قد ذكرت مرارا وتكرارا بأن العملية ليست بالضرورة قضية من الذي فاز ومن الذي خسر، لأن في النهاية في ظل هذه التحديات وهذه يعني المشاكل التي تواجهها الدولة، الجميع خاسر إن لم يوحد وجهة نظره في قضية التعامل معها. نعم. سمو رئيس الوزراء يتكلم عن الفساد، وحتى كان المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد كان قد تكلم عن هذا الفساد، ومن قبله من تكلم عن هذا الفساد. فإذا هناك قضية علينا أن نتعامل معها كمجتمع، لا نسمح للفساد بأن يتغلغل، لكنه عندما يتغلغل يعني من الصعب، وهو كالفيروس كأنه كوفيد 19 يحتاج إلى جهد كبير ويعني مسؤولية، تحمل مسؤولية من قبل السلطة التنفيذية وأيضا من قبل السلطة التشريعية. عندما يعني يجب أن نفهم عندما تقوم السلطة التشريعية بالسؤال أو الاستجواب أو إثارة بعض النقاط، بالتأكيد ليس الهدف هو الحصول على المزيد من الشعبية، هو البحث عن حلول، والحلول أيضا تريدها الحكومة لأن هذا في النهاية في مصلحة الدولة. فإذا لابد أن نواجه هذه المشكلات موحدين، ولا ويعني دون أن يكون هناك نوع من محاولة لإحراز نقاط من جهة على أخرى. نعم دكتور، يعني في ظل هذه الفترة في هناك
تلويح بالنسبة للاستجوابات قبل تشكيل الفريق الحكومي. نعم. وليس هناك خلاف بأن الاستجواب حق دستوري. نعم. برأيك دكتور كيف السبيل إلى التعاون بين السلطتين في ظل التلويح للاستجواب؟ نعم. أنا أعتقد يعني في المرحلة التي يعني مضت الآن كان هناك بعض المآخذ للسلطة التشريعية على قضية التوزير على بعض الوزراء لعلها. فإذا يعني حتى نتجنب بداية تأزيم منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة القادمة، في تصوري علينا أن نحسن اختيار الوزراء بطريقة لا شائبة فيها. علينا أن نتقن معرفة يعني خلفية هؤلاء، ما الذي صدر عن هؤلاء بشكل عام، بحيث منذ اللحظة الأولى يشعر فيها النواب أو السلطة التشريعية بحسن نية السلطة التنفيذية. فإذا تجاوزنا هذه العقبة، إذا دخلنا بوزراء لا تشوبهم أي شائبة قدر الإمكان، تكون هذه الخطوة الأولى لتقارب السلطتين مع بعضهما البعض. ثم عندما يكون هناك جهود فعلا حثيثة تشعر بها السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية في موضوع محاسبة الفاسدين أو المختلسين أو المرتشين أو يسميهم ما شئتي، فإذا هذه تكون الخطوة الثانية. ثم التعاون في قضية، وهذه أحيانا قد تحتاج مناير إلى موضوع غير رسمي، بمعنى لقاءات غير رسمية حتى عندما يكون هناك تزاور ودي يعني بين السلطة، بين سمو رئيس الوزراء وبين النواب. سأقوم بالخوض عن هذا الحديث. نعم. وهذه النقطة فنقصد المهم دكتورنا. هو أن نستمع إلى بعضنا البعض بغض النظر عن الطريقة التي نستمع بها إلى بعضنا البعض. هذا سيقلل التوترات، وبالتالي قضية الاستجوابات وهي أداة طبعا دستورية يعني قد تتراجع في هذه الحالة. نعم دكتور، تحدث أيضا سمو رئيس مجلس الوزراء عن اللاءات الأربع واستعرضناها قبل قليل. نعم. زينب فتحي قامت باستعراضها بالنسبة للاءات الأربع. بتصورك دكتور كيف تتصور تعاطي نواب مجلس الأمة بالنسبة للاءات الأربع التي ذكرها سمو رئيس مجلس الوزراء؟ نعم، هذه مبادرة حسن نية. عندما يقول رئيس مجلس الوزراء بأنه لا للإحالة الدستورية، لا للإحالة التشريعية، لا يعني للسرية، ويعني ولا لإطالة الموضوع أو يعني إجهاض الاستجواب أو كذا، هذه بادرة حسن نية يجب أن تؤخذ كما هي، لأن الأصل في التعامل مناير هو إحسان الظن بالآخر. هذا مجلس جديد وحكومة يفترض أن تكون جديدة، فبالتالي إذا بدأنا بافتراض سوء النية لدى الآخر ستؤدي إلى فشل وتؤدي إلى المزيد من الأزمات. والأزمات تعود إلى النقطة الأولى التي أثرتها مرة أخرى مناير، يعني فقدان التأييد للنظام السياسي يكون بسبب الأزمات التي يمر بها النظام السياسي. يعني هي لا تعتمد على المصلحة الشخصية، لكن إذا شعر المواطن بأن هناك أزمات متكررة هذه تضعف ثقته بالسلطتين، ليس فقط بالسلطة التنفيذية. هو يشعر بأن السلطة التشريعية عاجزة عن أن تنجز شيئا، والسلطة التنفيذية عاجزة عن أن تلبي المطالب. لكن إذا دخلنا بحسن النية قد نستطيع أن نكسب ثقة الشارع وثقة المواطن، وهذا شيء ضروري جدا. نعم، لاحظنا في الفترة الأخيرة دكتور بأن هناك لقاءات مع الكتل النيابية، مع جمعيات النفع العام قبل التشكيل بالنسبة للفريق الحكومي. كيف ترى هذا البعد بالنسبة لهذه اللقاءات دكتور، وتأثيرها أيضا على التناغم النيابي الحكومي؟ نعم، يعني هذه كما ذكرت، كما أن المكاشفة والمصارحة ولقاء الصحف ومخاطبة المواطنين بشكل مباشر هي خطوة صحيحة، هذه أيضا خطوة صحيحة، أن يجلس سمو رئيس الوزراء إلى الـ إلى الـ يعني الكتل وإلى الجمعيات وإلى التجمعات، ويحاول أن يعرف ما الذي يريدونه، سواء في موضوع يعني حتى أثناء اختيار الوزراء وحتى أثناء اختيار المواضيع المهمة التي يعني يريدها من يجلس إليهم التعامل معها. هذا بحد ذاته يعتبر قبل التوزير يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى عندما ندخل إلى حكومة جديدة ووزارة جديدة ندخل بشكل صحيح، نعرف ما الذي هو مطلوب، ما الذي هو مرفوض أصلا قبل أن نبدأ، حتى لا نأخذ خطوة باتجاه المرفوض ونذهب خطوة باتجاه التأزيم. أعتقد أن هذه خطوة أيضا في الطريق الصحيح. نعم دكتور إبراهيم، يعني بالأمس حدثت هناك ضجة بالنسبة لجملة ذكرها سمو رئيس مجلس الوزراء. نعم. يعني ردا على ما تحدث عن الحل غير الدستوري، أكد فيها سمو الرئيس بأنه لا يملك حق التعليق بالنسبة لهذا الشيء أو حتى مناقشة هذا الأمر. نعم. فبرأيك دكتور لماذا برز الحديث عن فرضيات سياسية
خارج الدستور. نعم، هو المصطلح الذي استخدم أنه لا يحق له الحديث عن هذا الموضوع أو ليست من صلاحياته، وهذا يعني إذا أخذناه بحسن نية قد يكون هو يبين فعلا ما هي حدود صلاحيات يعني صلاحيات رئيس الوزراء، لكن كان يود الشارع أن يسمع كلمة أخرى، وهي أنه هذا مرفوض بالكامل، لم نفكر به إطلاقا ولن نفكر به إطلاقا. هذه كانت لتطمئن الجهة الأخرى أو المستمع بأن الحكومة هذه لا تفكر في أن يعني أن تلجأ إلى الحل أو قضية حل مع تعطيل للحياة البرلمانية أو غيرها. يعني ففكرة الذي كان متوقعا هو المزيد من الطمأنة بأننا حتى لن نفكر إطلاقا بهذه، فلعل يعني المصطلح كان أفضل، ولهذا يعني حصل اللغط في الموضوع. نعم. أنه لن نفكر إطلاقا ولم نفكر إطلاقا في شيء كهذا، ونحن لا يعني لن نقبل بأي، وهنا الكلمة التي استخدمت، لا نقبل بأي نوع من أنواع الانقلاب على الدستور أو 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 أي خطوة كهذه. لكن مرة أخرى أقول إذا أخذت يعني المصطلح بحسن النية وهو المفروض أن يكون، أعتقد يعني قد يهدئ من روع الشارع ومن روع من يستمع إليه. نعم. في موضوع آخر أيضا، تحدث سمو الرئيس عن موضوع العفو. نعم. وسمو رئيس مجلس الوزراء أكد أن مسألة العفو تحديدا هي من صلاحيات سمو الأمير، ومن خلال يعني هذا الباب هو فتح باب لمسعى تشريعي باقتراح بقانون في هذا الإطار. يعني أنا عشان أؤكد للسادة المشاهدين عن النقطة اللي أكدها سمو رئيس مجلس الوزراء، هو يتحدث عن المادة 75. لمن لا يعرفها، يعني المادة 75 من الدستور للأمير أن يعفو عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فلا تكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو. يعني هذا يؤكد بأن من يعني مدرج هذا الأمر تحت صلاحية سمو الأمير حفظه الله ورعاه. في رأيك دكتور، كيف تتوقع تفاعل النواب مع هذا المسعى، خاصة الناس سمو رئيس مجلس الوزراء فتح هذا الباب اقتراح قانون تجاه هذا الأمر؟ لا يعني هذا الآن هو يتكلم عن قضية مجتمعية. نعم. وهذه قضية أيضا فيها خلاف حتى داخل مجلس الأمة. فإذا يعني الموضوع هنا، هل الحديث عن يعني عفو عام أو شامل يشمل الجميع، أم فئة من فئات يعني المجتمع، أم مجموعة من مجموعات المجتمع، وهذه ليس عليها إجماع بين أعضاء مجلس الأمة. ولهذا هي القضية بحد ذاتها هو يعني يدفع الكرة إلى ملعب النواب والسلطة التشريعية، فيقول هذا شأنكم، إن أردتم عفوا شاملا فأخرجوا بقانون كما ينص الدستور، وإن أردتم عفوا خاصا لأشخاص بأعينهم، هذه صلاحيات سمو الأمير. فهو يدفع الكرة إلى الملعب الآخر يعني، وهذا بحد ذاته نوع من أنواع الوضوح والذكاء في تصوري. نعم دكتور، راح نخليك ترتاح شوية وراح ننتقل إلى اتصال هاتفي الآن معنا للمزيد من التفاصيل مشاهدينا عن الجانب الاقتصادي الذي تطرق له سمو رئيس مجلس الوزراء. ينضم إلينا عبر الهاتف فهد لشريعان، محلل اقتصادي. أهلا بك أستاذ فهد. بداية، سمو الرئيس ربط بين الوضع الاقتصادي والأزمة الصحية رغم إقراره بأن الاختلالات الاقتصادية سابقة لأزمة كورونا. برأيك أستاذ فهد، كيف تحلل رهانات الأداء الحكومي اقتصاديا في المدى المنظور؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم جميعا وعلى مشاهدي تلفزيون الكويت، وعليك على شخصك الكريم وعلى ضيفك الكريم. والحقيقة يعني احنا الآن نتحدث عن مرحلة من مراحل مهمة جدا في التاريخ الحديث الكويتي الحديث. أمانة حتى رئيس مجلس الوزراء، سمو رئيس مجلس الوزراء الآن في مواقف يعني الله يقوي عليها، لا يحسد عليها، مر في فترات كورونا، مر لما جينا فقدنا الراحل الكبير صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، ودخلنا في مراحل يعني ممكن نقول احنا وصلنا لمرحلة ما نسميها مفترق طرق أو شيء، احنا نقول تعديل مسار. فتعديل المسار هذا يحتاج كثير من التخطيط والتخطيط الاستراتيجي، خصوصا لما يكون الأمر في يمس الحالة الاقتصادية. الحالة الاقتصادية الآن المشكلة الكبيرة اللي احنا نعاني منها اليوم، ما في عمل مؤسسي. إذا تكلمنا على احنا، خلني نحدد الحديث أمانة، خلني أجاوب على سؤالك بالبداية، هذا بعدين ننطلق منها المرحلة الثانية. نعم. صحيح ارتباط النظام الحالة المالية للدولة والاقتصاد بكل على موضوعنا المهم جدا اللي هو جائحة كورونا، وهذه ما بيسميها الشماعة اللي بنعلق عليها. صحيح في كثير من
وخصوصا المشاريع الصغيره وكثير من الامور، انما استمرت الامور الخارجيه مثل ما هي. ما في شك الحسابات والانحرافات اللي صارت انحرافات شديده، انما يفترض المسار الرئيسي اللي هو احنا نتكلم عنه، الاستثمارات الكبيره، الاصول الضخمه، الامور اللي احنا نقدر نعتمد عليها ك يعني شيء معتمد عليه للمستقبل، نجد انه ممكن يتاثر تاثير، ممكن في تاثير كثير، لكن ما هو تاثير كبير على الحاله الماليه والاركان الاقتصاديه الثابته. نعم. هذا بالنسبه اللي تكلمنا على ارتباطها بالحاله بجائحه كورونا، انما الان نتكلم احنا عندنا قصه جميله وقصه نجاح ممتازه جدا بالسياسه النقديه بالدوله. احنا عندنا اليوم البنك المركزي الله يحفظه، وخلال المده اللي مرت هذه مرينا في عده مراحل، انما في التاريخ الحديث الكويتي من اخر 25 سنه نحن نسير في سياسه نقديه مؤسسيه جيده قدرت توصلنا لهذه المرحله، والقيمه لعملتنا النقديه اللي هو الدينار الكويتي المميز يعتبر اليوم. هذا لانه يعتبر سياسه ماليه مهنيه تطبق معايير عالميه التزمت بهذه المعايير. نجي اليوم للسياسه الماليه، احنا اليوم السياسه الماليه اذا بنتكلم على كم وزير ماليه مر بهذه الفتره، لا نجد مثل هذا التخطيط الاستراتيجي العمل المؤسسي. يتغير الوزير، يتغير الوكيل، انما هناك سياسه ماليه معتمده بالدوله. اليوم كل الامر المالي بالدوله هو سياستين، سياسه نقديه مثل ما قلت، سياسه ماليه. السياسه النقديه تسير بمسار جيد ورقابه حثيثه، وهناك عده انحرافات ممكن تصير انما يتم تعديلها بسهوله ولا تكون بعيده عن المسار الرئيسي. نتكلم على السياسه الماليه الدوله، السياسه الماليه الدوله نقدر نقول يعني هي الان تسير في طريق مموج، يعني اليوم لا نجد مسار واضح لها. من 30 سنه نتكلم ونقول احنا دوله مصدرنا الرئيسي الاقتصادي هو واحد، وهذا كل هذه الاستثمارات. والمشكله الاكبر ان هذه لله الحمد دوله ثريه، دوله الصندوق السيادي مالها يتحدى صناديق سياديه بالعالم، اليوم احنا نتكلم على رابع صندوق سيادي بالعالم. نتائج الماليه تقدر تصير متوازيه مع الجميع. اليوم ليش احنا نقول عندنا اموال ضخمه جدا استاذ مناير واموال ممتازه عندنا وعندنا رصيد مالي كبير، ولما عندنا ما نقدر نوصل فلوسنا او ما نقدر نوصل ثرواتنا او ما نقدر نوصل هذا السؤال استاذ فهد، يعني عدم المس بجيب المواطن كانت رساله واضحه لسمو رئيس مجلس الوزراء. برايك استاذ فهد كيف السبيل الى استمرار النهج الاجتماعي للدوله في ظل اختلالات الاقتصاد واثرها كذلك على الملاءه الماليه باختصار استاذ؟ استاذه مناريه، سمو الرئيس حفظه الله لما يجي يقول ما نمسيه بالمواطن، ما اعتقد هو ما الكل ما يقدر يقول ما نمسيه بالمواطن. اليوم لو الدينار الكويتي ينزل لا سمح الله عمله قيمتها دينار 5% 2% راحت القيمه الشرائيه بالدوله، معناتها نمسيه بالمواطن. لا نضحك على بعض، اليوم الامور واضحه. اليوم لما نجي نقول لا يمس جيب المواطن، اوكي انا ما اخذ من معاشه ولا اخفف شغله ولا اخفف ميزاته، انما اذا الدينار لا سمح الله خفت قيمته معناته انا مسيت جيبه، وبالنهايه مسيت جميع كل من على هذه الارض لا سمح الله. لا. احنا اليوم نبي نجعل مثل هذا الدينار يسير بطريق متوازي مع القوه الاقتصاديه للدوله. اليوم احنا حتى بالتصنيفات الماليه قانون الدين العام نواجه مشاكل، لا يعني حتى تصنيفنا عالميا لما نجي نقول تصنيف العالمي، اليوم احنا مرات يصنفوننا بمستوى ما هم يعني من التصنيفات العاليه، لان احنا ما عندنا قانون دين عام. واكبر اقتصاد مالي في العالم اذا اتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه اكبر دين عام بالعالم لها. فاليوم الدين العام ما هي مشكله، انما يجب ان يكون هناك سياسه جيده ومتزنه تستطيع ان تتدبر مثل هذا الدين العام وتستطيع تسديده. اذا انت تستدين يعني انت مثلا عندك والله بالغرفه هذه خليني اقولها ببساطه عندي انا مثلا مليون دينار وباخذ منها هنا. فاليوم القوانين هذه ما نقدر احنا قوانين وضعيه، يجب احنا اللي نحطها صح واحنا اعتقد ان الصوره اتضحت. دكتور فهد الشريعان كل الشكر لك لضيق الوقت في البرنامج. استاذ فهد الشريعان المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك لمداخله معنا في تغطيه خاصه. شكرا لك.
وهذه عودة مرة أخرى مشاهدينا مع ضيفنا الكريم في الاستديو الدكتور إبراهيم الهدبان. دكتور، احنا تكلمنا عن الملف السياسي، الآن نتطرق إلى الملف الأكثر ثقلا والذي نعيشه في هذه الفترة، الملف الصحي في العالم وفي دولة الكويت يعني تحديدا. الصحة عنوان كبير، يعني خاصة الأوضاع هذه ارتبطت ارتباط كبير في ظل جائحة كورونا كوفيد-19. كيف تبدو لك الرهانات دكتور بالنسبة احنا الأزمة اللي نواجهها الآن، اللقاحات وتوريدها بالنسبة للعالم وتحديدا دولة الكويت، وانتكاسات أيضا في سلالة جديدة ومتحورة، فكيف ترى هذا الأمر دكتور؟ وأكيد أحد قال ليش أنا درست 3 سنوات طب قبل أحول علوم سياسية. لا أقصد هذا، أنا أقصد الشق المرتبط بالأمور الصحية دكتور. مناير، هي أزمة عالمية كما تفضلتي. العالم يعاني، وفعلا سرعة إنتاج اللقاحات وتعدد جهات المنتجة للقاحات هي التي يعني تبين حجم الأزمة. ف يعني الشركات متعددة، الدول متعددة التي دخلت إلى سوق اللقاحات. هناك من يعني من يعلن أنه اللقاح الذي لديه يعني 95% يتعامل مع الموضوع، ومنهم من هو أقل أو أكثر. فإذا يعني أعتقد أن يعني الحكومة تحاول جاهدة أن تلحق بركب يعني موضوع استخدام اللقاحات ويعني إعطائها للمواطنين، بحيث أن يعني تقلل من خطر هذه الجائحة. قضية أحيانا أنه قد يكون هناك خلل في عملية التطعيم، عملية كذا. نحن نتكلم عن الأداء الحكومي بشكل عام. أنا أقصد أن مقارنة بالدول الأخرى يعني هي يعني قد تكون أفضل حالا من عديد من الدول المتقدمة. يعني بعض الأحيان حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نوع من الصعوبات في قضية توزيع اللقاحات هذه على المواطنين. في بريطانيا بالرغم من أن هناك عدد كبير قد تم تلقيحه، إلا أن هناك يعني أيضا يعني الأزمة تتزايد يوميا. فإذا أنا أعتقد الجميع يعني في مرحلة التعلم في كيفية إدارة أزمة أو مو أزمة، كارثة كبيرة كهذه. ولهذا في تصوري أن الحكومة يعني بدايتها كانت صحيحة، وفي تصوري أنها يعني في حتى لا يقال يعني أنا للأسف أحيانا عندما يتكلم عن شيء إيجابي شخص يعني تقوم به الحكومة يبدأ تويتر يهاجمه على أنه ينافق. يعني لا ننافق لأحد، أنا أعتقد أن هناك محاولة جادة فعلا للبدء بكبار السن، بالعاملين في المجال الصحي، يعني من هو معرض أكثر شيء لخطر الجائحة. هل هناك خلل؟ لا شك أن هناك خلل كغيرنا من الدول الأخرى، لكن على أمل بإذن الله تعالى أن تكون العملية في الفترة القادمة أفضل وتشمل أكبر قدر ممكن من يعني الأشخاص. نعم، هذه الجائحة أيضا فرضت شغلة مهمة دكتور، ممكن حضرتك عايشت هذه التجربة، وهي التعليم عن بعد. نعم. يعني فرضت على الكل بسبب الجائحة وخطورتها أنك التعليم أونلاين، فنحتاج إلى وقفة هني هذا الموضوع. نعم. كيف تقيم يعني هذا التطور، هذا التقييم بالنسبة للتعليم في فترة جائحة كورونا؟ نعم، هذا يعني هذه أداة التعلم عن بعد، هي أداة، والأداة هنا ألقت في تصور المسؤولية على الطالب إلى درجة كبيرة. فعلى سبيل المثال أنا أدرس في الجامعة عن طريق الأونلاين، يظهر لدي على الشاشة أن هناك 50 أو 60 طالب على سبيل المثال متابعين لي في هذه اللحظة. واقع الحال يقول أننا أحيانا عندما أقول فلان فلاني قد لا يستجيب لأنه يكون في مكان آخر. هذه تحدث حتى في التعليم أعتقد الثانوي أو التعليم المراحل المتعددة. لكن هذا من سلبيات التعليم الأونلاين. لا أنا أقصد نعم، أنا لا أقصد الذي وددت أن أقوله من هنا، أن هي تلقي بالمسؤولية على الطالب. نعم. إن كان يريد أن يتعلم، أنا وفرت له هذه المنصة وأنا جالس يعني أتكلم معه وأعيد مرة ومرات وكذا. إذا كان هو ليس موجودا أو لا يريد أن يتعلم، فإذا خطأ بالطالب. يعني فإذا المنصة بحد ذاتها، الوسيلة بحد ذاتها هي وسيلة ممتازة في ظل الظروف الحالية. لكن إن كان من هو يعني مستهدف لا يريد أن يتعلم، أنا أعتقد هذه يعني مشكلة لدى الطلاب. لا أقول جميع الطلاب حتى لا أيضا نستهدف من قبل الطلبة. نعم. لكن أنا أقول هي مسؤولية على الجميع أن يتحملها. نحن نمر بظروف، نحاول في ظل هذه الظروف أن نخرج بأفضل المستطاع.
فإذا عادت الظروف يعني فيما بعد إلى وضعها الطبيعي بإذن الله تعالى نعود إلى التدريس. وهي مسؤولية مشتركة كما ذكر دكتور. نعم. على عاتق الطرفين سواء يعني من يقوم بالمادة التعليمية وتدريسها. نعم. وما إن يتلقى اللي هو الطالب المعلومات وال. أنا أقصد الشيء اللي أنا أقوله بشكل يومي إلى الطلاب. أكيد. أنا يعني أنا أقول للطالب ترى أنا يعني لست شرطيا حتى أن أقول فلان أنت مو موجود يعني وحط له إكس ولا حط له كذا. تريد أن تتعلم أهلا وسهلا، لا تريد أن تتعلم يعني أنا حاولت، اسألني مرة ومرتين وعشر مرات، هذه وظيفتي أنا أن أعلم وأن أكرر وأن أشرح. إذا لا تريد أن تتعلم للأسف يعني هذا شيء مؤسف يعني، وهذا ليس لدى الجميع وليس لدى الأغلبية مرة أخرى، لكن توجد فئة. نعم توجد فئة وجدت أن هذه يعني وسيلة سهلة يعني فقط يخرج أونلاين بصورته وكذا، لأنه ليس إلزاميا أن يفتح الطالب الكاميرا، فبالتالي نحن لا نعلم من هو موجود ومن هو غير موجود. لدي صورة مناير القلاف لكن لا أعلم مناير موجودة فعلا تستمع ولا لا. نعم. فأحيانا أسأل مناير فإذا أجابت هي موجودة، ليس لم تجب ما في داعي أصلا أحرجها، أروح إلى شخص آخر وهكذا يعني. نعم دكتور، بالنسبة لمخرجات التعليم هناك يعني رهان كبير في المستقبل القريب والبعيد أيضا، كيف تحل الأثر على مستقبل البلاد خاصة يعني في نقول من السنة اللي فاتت هناك سياسة التكويت لعشرات الخريجين ويعني الإحلال في الوظائف الحكومية، فبرأيك كيف يتم إطلاقهم إلى سوق العمل واستخدامهم في ظل هذه الظروف؟ نعم. يعني أنا أذكر بأن القضية طبعاً ليست متعلقة بالكورونا، هذه قضية سابقة وقديمة، كنا نتكلم عن مخرجات التعليم. كل حلقة نعم. تكمل الأخرى. نعم، أنا أقصد أن يعني كنا دائماً نتكلم عن مخرجات التعليم وهل هي جيدة أو غير جيدة، ثم نعم. النظام التعليمي انتقلنا من النظام العام إلى موضوع المقررات، ثم من المقررات إلى موضوع المختلط، ثم غيره، بحثاً عن النظام الأمثل. لكن هناك تغيرات مناير في العالم، تغيرات حتى في الأجيال، أجيال الشباب، الجيل الذي كان أنا بدأت التدريس في جامعة الكويت في عام 1993 وأدرس الآن. النوعيات إلى حد ما اختلفت، لا شك أنه يعني الآن يوجد المتميز ويوجد من يريد أن يتعلم ويوجد من لديه أدوات، هذه أدوات لم تكن موجودة في الماضي، فيستطيع أن يستخدم هذه الأدوات للحصول على المعلومات، ولا شك أن هناك من يعني كان أو الآن لا يريد أن يتعلم. إذن نحن نتكلم عن سوق العمل، هو يحتاج إلى 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 أشخاص مدربين مهيئين لديهم درجة كبيرة من الكفاءة. أنا أعتقد جزء منه يخرج من العملية التعليمية وجزء منه سيتعلم فيما بعد في مكان عمله، لأن هناك أمور قد لا تكون بالضرورة يعني قادر مكان العمل على أن يعلم، مكان العلم أو الجامعة أو المعاهد أو غيرها أن تعلم الخريج ما الذي تحديدا عليه أن يفعل في وزارة كذا أو في القطاع الفلاني أو في القطاع الخاص أو العام، هو لا شك أنه سيعاد تأهيله مرة أخرى في المكان الذي يعمل فيه. نعم دكتور، يعني بالنسبة لخبرتك الكبيرة في العلوم السياسية، يعني هذه الظروف والمضامين التي ذكرها سمو رئيس مجلس الوزراء يوم أمس بالنسبة للملفات اللي تكلمنا عنها السياسية الاقتصادية الصحية التعليم، برأيك كيف يتم تدارك هذه الأمور في الفترة الحالية وبالنسبة للتشكيلة الحكومية المقبلة؟ نعم. لو كنت رئيسا للوزراء لاتصلت مباشرة بالنواب واحدا تلو الآخر ودعوتهم في عدة لقاءات لجلسات غير رسمية، نجلس ونتصارح ونحسن النية ونقول يا فلان ما الذي يعني ما هو المأخذ على الحكومة السابقة وأين تريد وأين ترى المشكلة وحل المشكلة، يستمع على يعني في تصوري على سمو رئيس الوزراء أن يستمع إلى الجميع بشكل غير رسمي مرة أخرى، لقاءات 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 حتى نصل إلى قضية في البداية إصلاح ذات البين، إصلاح بين السلطتين. نعم بين السلطتين. نعم. وزراعة يعني الثقة بين السلطتين، ثم ننتقل إلى مرحلة العمل بعد أن يكون قد استمع وأسمع يعني الجميع، هنا يبدأ العمل وهو اختيار الوزراء. فإذا كان هناك فعلا أخذ بهذه النصائح وهذه الأقوال، هذا سينفس قليل يعني الكثير من الاحتقان بين السلطتين ويبدأ صفحة جديدة بين السلطتين. وعند هذه طبعا بعد هذه نجد أن أي خطأ قد تقوم به السلطة التنفيذية سيؤخذ على حسن النية ولن يصعد، لن يعني يبدأ الجميع بالتهديد في موضوع استجواب أو حجب الثقة أو غيرها. ما هي المعايير برأيك دكتور بالنسبة لاختيار الفريق الحكومي المقبل؟
يعني بداية يجب ألا يكون هذا الشخص الذي نختاره يعني ملوث بأي شكل من أنواع التلوث الاقتصادي أو الجنائي أو أي شيء يعني قصدي قد يلوث سمعته، لأن الآن مع وسائل التواصل مناير كارثة، يعني أي معلومة تكون يعني متوفرة على 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 وسائل التواصل. فإذا بداية يجب أن نحسن الاختيار في هذا الشخص، يكون نظيف الثوب بجميع الجهات. الشيء الثاني يكون على كفاءة، يجب أن يكون هو قادر على أن يتعامل مع المشكلات اللي ذكرناها الصحية الاقتصادية السكانية وغيرها، يكون هو صاحب تخصص. ثالثا يكون يعني ذو علاقة، يعني مستعد لأن يكون ذو علاقة طيبة بالجهة الأخرى وهي السلطة التشريعية، على الأقل هذه البداية. ثم ننظر يعني على أن يكون رئيس الوزراء مايسترو، ينظر كيف وأين تسير العلاقة منذ الأسبوع الأول، ويحاول أن يعدل هنا ويعدل هنا إلى أن تسير الأمور بشكل جيد. نعم دكتور، الآن سنتحدث عن موضوع آخر، ننتقل إلى اتصال هاتفي جاهز معنا دكتور. نعم. للحديث عن كلمات سمو رئيس مجلس الوزراء مشاهدينا حول مكافحة الفساد والسبل تقنينة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد بوزبر الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد. دكتور محمد مساك الله بالخير، بداية مكافحة الهدر ورشة كبرى أمام الحكومة والبداية بالبيت الحكومي مثل ما قال سمو رئيس مجلس الوزراء، برأيك دكتور كيف يبدو لك مسار التقشف؟ مساء الخير ومساء الله بالخير في المناير، وسعيد بتواجدي عبر برنامج تلفزيون الكويت. ما في شك الكل تابع اللقاء الصحفي الذي قام به سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء التحرير، وكان هذا تصريح كامل ينم بصراحة عن رغبات وتطلعات وأيضا أمنيات يتطلعها سموه من أجل المضي قدما في تحقيق المتطلب سواء على المستوى الشعبي أو حتى على المستوى الحكومي. ولعل أفضل ما تم تداوله اللي هو إصرار الحكومة دائما على وضع مكافحة الفساد كأولوية في ضمن برنامج الحكومي اللي هو الذي دائما يكون هذا البرنامج هو النبراس والعمل الدائم والدؤوب التي تتفضل فيه دائما الحكومة في مطلع كل انعقاد مطلع دور انعقاد تشريع. نعم دكتور محمد، مكافحة الفساد يعني ملف كبير مثقل بأرقام أكبر كذلك، كيف تقرأ دلالات حديث سمو الرئيس بلغة الأرقام عن البلاغات المحالة إلى نزاهة والنيابة؟ ما في شك بأن جرائم الفساد هي من الجرائم المعقدة والتي دائما هي المستترة، وبالتالي لما يقوم سموه بشرحه وأيضا يبرز الدور الحكومي في إبراز مثل هذه الجهود ومن خلال إحالتها إلى جهة الاختصاص سواء صح التعبير إلى نزاهة أو إلى النيابة العامة أو إلى جهات اختصاص، هو معناته أن هذه الحكومة جادة في عملية الإصلاح، في عملية مكافحة الفساد. وأيضا دعيني أن أذكر بأن أيضا سموه أيضا داعم بشكل كبير لأعمال هيئة مكافحة الفساد من خلال حث على جميع المواطنين إلى التقدم لهذه الهيئة متى ما توفرت الشروط ومتطلبات البلاغ، ينبغي أن يتقدم إلى الهيئة ويتمتع بالضمانات المقررة قانونا ومنها السرية في تقديم هذا البلاغ. لذلك نجد أن هناك بلاغات كثيرة رأت النور، وهناك بلاغات أيضا لا زالت متداولة عند جهات الاختصاص، وهناك أيضا بلاغات أيضا استطاعت أن تحصل بها على أحكام وأيضا استرداد مجموعة من الأموال التي نصت عليها الأحكام الجنائية. فإذا هي منظومة متكاملة تحتاج المزيد من الوقت والجهد المضني في عملية تحقيقها إن شاء الله. نعم دكتور محمد، أعداد ملفات ومكافحة الفساد وآليات تحويلها كذلك إلى جهات الاختصاص تتضمن ضوابط قانونية وإجرائية حتى تتحقق الغاية بفصل المحاكم فيها، فما هي الرهانات على هذا الصعيد دكتور؟ الرهانات أن يكون هناك في وعي دائم بأهمية هذه المؤسسات وقدرتها على اجتثاث منابع الفساد وآفة هذه الفساد. لذلك على المواطن أن يثق تماما بأن القائمين والعاملين في هذه المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد تقوم بما عليها بموجب قانونها ولائحتها التنفيذية
بتنفيذ كل ما هو متطلب من خلال تلقي البلاغات وايضا واستلام اقرارات الذمه الماليه لجميع اغلب موظفين الدوله، بجانب ذلك ايضا متابعتها لتنفيذ استراتيجيه وطنيه تعني بمكافحه الفساد ايضا. يعني هذه كل هذه الامور مجتمعه ان شاء الله متى ما تولدت وايضا اصبح يقين المواطن بان هذه المؤسسات تقوم بهذه الاعمال، اصبحنا هذه الثقافه منتشره، وبالتالي يقوم هذا المواطن بمساعدتنا في عمليه مكافحه الفساد. نعم دكتور محمد، الكويت تقدمت مؤخرا في مؤشر مدركات الفساد بواقع 7 مراكز في 2020، ما دلالات ذلك دكتور؟ لا 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 احب ان افرط كثير بالتفاؤل، لكن هي جرعه تفاؤليه، هو ليس هذا هو المتطلب ولا هو المبتغى، انما نسعى دائما بالعكس. هذا التقدم الخفيف والملحوظ ينم بدرجه هنا هناك في ثبات في العمل، لكن ايضا دعونا نفكر بان هذا المؤشر جاء في فتره الكوفيد 19، بما هناك كثير من المؤشرات لم يترى او لم تستطع ان تقوم باعمالها بموجب هذه الجائحه، وبالتالي عمليه القياس اصبحت نوعا ما صعبه، لكن هذا التحسن البسيط الملحوظ يلزمنا كهيئه مكافحه الفساد وايضا كافه هيئات الحكوميه على بذل المزيد من الجهود من اجل مكافحه الفساد وتعزيز النزاهه والشفافيه. اذا برايك دكتور محمد، ما هي المعايير المعتمده في مثل هذا الترتيب، وماذا يعني ان تكون اوجه الفساد بالكويت منحصره في 11 وجهه؟ لا يمكن حصرها في، من الصعب انك تحصرها في 11 وجهه، لكن هذا بالنسبه لهذا المؤشر هو مؤشر لمدركات واستبيان يقومون فيه الخبراء والتنفيذيين واستطلاعات الراي، وهذا لكن هو يشير الى ان هناك في جهود مبذوله وهناك في تطلعات. اعتقد ان احنا في الايام القليله القادمه سيكون هناك في تقرير تحليلي لمثل هذا البيان الصادر من منظمه الشفافيه العالميه، الذي سيكون اكثر نكون اكثر اطلاعا على ما تضمنه من توصيات وتطلعات وايضا معوقات، لذلك ستكون ان شاء الله لنا وقفه تحليليه كامله معها. لكن في هذا التوقيت الحالي امام بس مجرد هذا التقرير، اعتقد من الصعب علينا تحليله في الوقت الحالي. نعم الدكتور محمد بزبر، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا عبر الهاتف دكتور. شكرا. وهذه عودة مرة أخرى لضيفنا الكريم بالاستديو الدكتور إبراهيم الهدبان. دكتور، بالنسبة لتحليلك، وسمعت اتصال قبل شوي مع الدكتور محمد بزبر بالنسبة لهيئة الفساد ومكافحتها، يعني أيضا هذه كانت من ضمن مضامين اللي ذكرها سمو رئيس مجلس الوزراء، كيف ترى أن الآن هناك شد الأزر بالنسبة لمكافحة الفساد والملفات المطروحة بمكافحتها؟ نعم، يعني هذا من الملفات المهمة التي ستعيد ثقة الشارع بالسلطة التنفيذية أو حتى بالنظام السياسي بشكل كامل، بمعنى أنه عندما ينتشر بين المواطنين فكرة أن، يعني اسمحي لي على الكلمه، ان الكل حرامي ومن صادها من عش عياله وامور كهذه، يعني هذه ستضعف الثقه بالنظام السياسي. لكن اذا وجد المواطن بان هناك جهود حقيقيه ستتابع الغني قبل الفقير، تتابع الكبير قبل الصغير، تتابع الجميع بغض النظر عن أسرته وعن قبيلته وعن طائفته وعن الجهة التي يمثلها، هذه ستعيد الثقة بالنظام السياسي وستجعل المواطن متعاونا ومتفائلا في قضية أنه فعلا هذه الحكومة يعني تبذل جهد كبير في محاولة يعني متابعة المفسدين واسترجاع الأموال التي فقدناها بسبب هذه يعني عمليات الفساد التي حصلت. نعم، كلمة أخيرة توجه من خلال برنامج تغطية خاصة دكتور إبراهيم. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعود الوئام على يعني إلى درجة كبيرة بين السلطتين، لكن على أسس صحيحة، بمعنى دون تنازل من السلطة التشريعية ودون يعني تنازل أيضا من السلطة التنفيذية على حساب الأداء وعلى حساب يعني الخواطر، بمعنى أن لنرضي السلطة التشريعية سنقوم بتوزير فلان وفلان وفلان. يجب أن يكون هناك من الجهتين في تصوري جهود
حقيقية لأول شيء إحسان النية في بعضنا البعض، ثم تشكيل حكومة حقيقية قوية صحيحة تمثل طموح المواطن الكويتي. نعم دكتور إبراهيم الهدبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، شكرا جزيلا لك لوجودك اليوم معنا في تغطية خاصة. وكذلك نشكر ضيوفنا الكرام اللي انضموا معنا عبر الهاتف في برنامج تغطية خاصة. بذلك مشاهدينا كنتم معنا في برنامج تغطية خاصة حول لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية. نشكر حسن متابعتكم وكل الشكر لضيوفنا الكرام اللي انضموا معنا اليوم في الحلقة. دمتم في أمان الله.